واللقاء من جديد من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، ومع انطلاقة شوطنا الرابع المخصص للقعدان الثنائي المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول من يتواجد هملول بمقدمة الشوط، وعلى المركز الأول تعود الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لهملول. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني ويتواجد سلهود، تعود الملكية لسلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري يتولى عملية التدريب والتضمير. النقل المباشرة إلى المركز الثالث ويتواجد السرمدي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. الدور دور المركز الرابع ويأتينا مشهور من هجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري يتولى عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وإلى سراب من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن نمير الوهيبي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. الدور دور المركز السادس وراء القدوم والتواجد من شاهين تعود الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التضمير. النقل المباشرة إلى المركز السابع ويأتي شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لشاهين، يتواجد على سابع المراكز. المركز الثامن وحان دوره ويأتي مشاهدين الكرام في هذا الانطلاق والمسار سلهود تعود الملكية لسمو الشيخ سلهود لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي كاسب بن سالم المسافر من يتولى عملية التدريب والتضمير لسلهود من يأتي على ثامن المراكز. انتقل إلى مقدمة الشوط ونعود مع المقدمة مع الصدارة مع من غير الأمور بصدارة الشوط وبالمقدمة. مشهور من ينتزع الصدارة ينتزع المقدمة تعود الملكية لهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لهذا الانطلاق والشعار بمقدمة الشوط وبالمركز الأول. المركز الثاني السرمدي تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والعناية التامة. المركز الثالث يأتي هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة إلى رابع المراكز ويأتي إسراب من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لهذا الشعار. المركز الخامس سلهود يتواجد تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافر من يتولى عملية التدريب والتضمير. النقل المباشرة إلى المركز السادس ويأتي هملول وشاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التدريب والتضمير. سابع المراكز من يأتي ويتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي من يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الثامن وحان دوره ويأتي سلهود تعود الملكية لسلهود لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي كاسب بن سالم المسافر من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المقدمة والصدارة البداية والمقدمة من يغير الصدارة السرمدي من ينطلق بمقدمة الشوط ويأتي بالمركز الأول تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن ذياب
بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين من يتولى عملية التدريب والعناية التامة للسرمدي. يتواجد بالمقدمة، يتواجد على الصدارة المركز الثاني من ياتي مشهور من هجن الرياسة، من يتواجد على ثاني المراكز صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لمشهور، يتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث بدأ يصل سراب من هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، يتولى عملية التدريب والتضمير والعناية التامة. المركز الرابع ياتي سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبد الله بن سالم المسافري، من يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس وإلى شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التدريب والتضمير. يغير شاهين إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس يأتي ويتواجد شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي، من يتولى عملية التدريب والتضمير. سابع المراكز يأتي هملول على سابع المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المركز الثامن ويأتي سلهود لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي كاسب بن سالم المسافري في المتابعة والعناية والتدريب والتضمير. المقدمة والصدارة، البداية مع المقدمة، الانطلاق الأول والمسار الأول في هذا الانطلاق والمسار. السرمدي على مقدمة الشوط ما زال يسيطر بمقدمة الشوط، وبالمركز الأول تعود الملكية لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لهذا الشعار مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني شاهين يتواجد على ثاني المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة. المركز الثالث بدأ يصل سراب من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي، من يتولى عملية التدريب والتضمير. رابع المراكز القدوم من شاهين وصل إلى المركز الرابع تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي، يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الخامس يصل سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في المتابعة والعناية التامة والتدريب والتضمير، من يتواجد مع سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. انتقل مباشرة إلى المركز السادس ويأتي مشهور من هجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري، من يتولى عملية التضمير. سابع المراكز من يأتي هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التضمير. المركز الثامن سلهود تعود الملكية لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي كاسب بن سالم المسافري، من يتولى عملية التضمير. نعود مع المقدمة، نعود مع التغيير اللي جرى وترى بمقدمة الشوط. وبالمركز الأول شاهين من يغير على الصدارة يغير على المركز الأول، تعود الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لشاهين مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول مع المسار الأول. ونعبر جسر العبور، ما تبقى إلا القليل، وهو شوطنا الرابع الذي لا يقل أهمية للقعدان الثنايا المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. والمقدمة مع شاهين مع مقدمة الشوط، شاهين مع المركز الأول، تعود الملكية لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد، من يتولى عملية التدريب والعناية التامة لشاهين. المركز الثاني يتواجد السرمدي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في المتابعة والعناية التامة. وصول من سراب من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الرابع بدأ يصل شاهين لسمو الشيخ حمدان
تعود الملكية لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم السعيد بن عبيد السبوسي من يتولى عملية التدريب والتضمير. المركز الخامس مشهور من هجن الرياسة بقيادة صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التدريب والتضمير. تواجد مشاهدين الكرام ووصول هنا يصل في هذا الانطلاق والمسار، يا سلام من يغير إلى المركز السادس وصول في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم من يتواجد سلهود عبد الله بن سالم المسافري من يتابع انطلاق سلهود على المركز السادس في هذه اللحظات. والمركز الخامس سادس المراكز مشهور من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التضمير. تواجد من حملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التضمير. المركز الثامن سلهود لسمو الشيخ خالد بن سلطان القاسمي جاسب بن سالم المسافري من يتولى عملية التدريب والتضمير. أعود مع مقدمة الشوط مع المركز الأول شاهين، شاهين مع المقدمة الكيلو ونصف الكيلو يفصلنا عن خط النهاية، يفصلنا عن الفوز، يفصلنا عن الناموس، يفصلنا عن النصر والانتصار. وما زالت المقدمة تحت أقدام شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد من يتابع انطلاق شاهين بمقدمة الشوط. وبالمركز الأول السرمدي من ياتي على ثاني المراكز لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمير من يتابع هذا الانطلاق يتولى عملية التضمير. ولكن القدوم من هملول وصل سراب من هجن الرياسة الظافر علي بن ميل الوهيبي يتابع انطلاق سراب على ثالث المراكز. المركز الرابع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد من يتولى عملية التضمير. الكيلومتر الأخير الذي يفصلنا عن خط النهاية قدوم من مشهور من هجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري يتولى عملية التضمير. تواجد مشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم السعيد بن عبيد السبوسي يتولى عملية التضمير. أعود مع المقدمة، أعود مع المسار الأول شاهين مع المقدمة، شاهين مع المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد مختار بن أحمد. ولكن الهجوم 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 بدأ يبدو مشهور وسراب، يا سلام على هذا الأداء وتبارك الرحمن. انطلق مشهور وسراب مع هذا الانطلاق المميز، المسار الرياضي ما بين مشهور وما بين سراب. مشهور على المقدمة، مشهور على المركز الأول، بدأ يعلن الإقلاع، بدأ يعلن المغادرة. يا سلام على هذا الأداء المميز والعروض المميزة الذي قدمها المشهور من هجن الرياسة بقيادة صالح بن سعيد بالعرج المري. ولكن قدوم من سراب من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن ميل الوهيبي الأقرب للفوز، الأقرب للناموس مشهور، الأقرب للانتصار، سيطر على الأوضاع بأكملها، غادر بالفوز، غادر بالناموس بالعرج. تهانينا والناموس في هذا الانطلاق وفي هذا المساء إلى هجن الرياسة وإلى مضمر هجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني سراب من هجن الرياسة، تهانينا لظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث السرمدي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان. المركز الرابع شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة، هكذا كانت المتعة والإثارة في هذا الشوط. ولكن مشهور يظهر وينال شرف الناموس لهجن الرياسة بقيادة صالح بن سعيد بالعرج المري، وأسعد الله مساكه بالعرج المري على هذا الفوز والانتصار. في انتظار التوقيت الزمني ها هي أمامكم الإعادة لهذا الشوط، وأثناء تغييره وانتزاعه بالمركز الأول مشهورة لهجن الرياسة. مشاهدي الكرام قاطع المسافة في زمن وقدره هاي أمامكم الإعادة. شكرا لمخرجنا المميز سامي الهواري يأتي بهذه الانطلاقة والإعادة. فأربعتعشر دقيقة مشاهدينا الكرام، 14 دقيقة 16 ثانية خمسا أو ستا من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لصالح بن سعيد بالعرج المري على هذا الفوز والناموس. مناتها ثانيا سراب من هجن الرياسة قطع المسافة في زمن وقدره 14 دقيقة مشاهدينا الكرام و17 ثانية و6 من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لعلي بن ميل الوهيبي. المركز الثالث 14 دقيقة 18 ثانية 4 من الأجزاء اللي هو السرمدي. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن